أخبرني أين هي دايزي وسأفاوضك على عقابك. تعاون معي وقد تنجو مني. أنا لم أفعل شيئاً. بطريقة أو بأخرى ستتكلم. يا ويلي، اعتقدت أنك ستضربينني. لا، سأضربك بهذا. أوكي أوكي أوكي، حسناً سأخبرك. كان يوماً عادياً. عندك، أنا هي راوية الحلقة هنا. إذن أخبريني، كيف سأخبرك بما حدث؟ حسناً، أوكي، لكن بصوتك أنت. كان يوماً عادياً، أكلنا فيه كثيراً من هضوم الإفطار. انتهت. لقد قلت. هذه ضحكتك. وهذه ضحكتك. كان الأمر حادثا، قلت يجب أن نعترف. لم يسمح لي، ثم ذهبنا إلى الحمام، ثم أعرف ماذا جعلك تفعل. أعرف، لكن أين هو؟ ربما ما نزال نستطيع إنقاذها. إنقاذها؟ إلى القبو، أخذها هناك. أمر واحد بعد، لما كيس القمامة؟ ماذا؟ أكيد لي دايزي. دائما ينتهي الأمر في القبو، هناك نخفي أخطاءنا وأسرارنا بين المطحنة وحماصة الخبز القديمة. لن أسمح للظلام أن يأخذها. سأنزل إلى القبو لإنقاذها. دايزي لا، مكانك. لا تفعل، ارمه، ارمه بعيدا عن ركبتيك. لم أفعل شيئاً، لم تكن غلطتي. لما الحفرة إذن؟ أريد أن أختفي. أنت تكذب علي. أحد محق في هذا، أرجوك لا تطلقي صوت النار من فمك. بيو بيو، أين هي؟ أنا لا أعرف. أين كيس القمامة؟ هناك هناك. ماذا؟ جامبل هو من هرب. وغامبل هو من خسر العراق. ضحك علي، ضحك علي. دار هو عقل المدبر وأراد تدمير دليل الجريمة. لما لا تفعلها أنت؟ لأنه ليس لدي أصابع. عندما رأيته كان يتخلص منها. لم أرد ذلك. ماذا فعلت؟ تأخرت، لم أعلم أنه يمكن إنقاذها. أنا لم أعرف، صدقيني. بالتأكيد أنا غاضبة من داروين، لكن أسامحه بما فعله. لا لا أفعل، استحق الأمر المحاولة.